سيداتي سادتي، مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج ريحة الدوار. ريحة الدوار اليوم كحط الريحان ديالو في منطقة اسمها البحيرات بين ثلاث بوكدرة والسبت كزولة، إقليم آسفي. الوليد اسمك الله؟ اسمي العياشي نامسي. العياشي بن من؟ بن ساب العالي. بن عبد العالي بن من؟ بن الهاشمي. بن الهاشمي بن من؟ بن الباشير. بن الباشير بن من؟ بن علي. بن علي بن من؟ هنا وقفت، خليتي عليه من نور راسه، الله يجعل البركه، يزيد ولا يبرك. هو جدنا. ها هو جدكم؟ ايوا جدنا. انتم البحيرات ياك؟ نعم سيدي. البحيرات من جات هذا البحير؟ وهذا سيدي بحيرة، سيدي كان في المدينة قديم قديم. سيدي بحير هو عنده ملكه في جابر، هنا كاين 1400 خدام ديال سيدي بحير، مفرقة على 12، مفرقة على 11 جماعة. زيد 11 دوار. 11 دوار. شنو هاد 11 دوار؟ كل دوار عنده جوج نواب. اسميتهم هاد الدواور؟ والدواور نوريهم لك كاملين. زيد. هادو سيدي الزبونات. زيد. الحبابشة. زيد. ولاد حميدة. زيد. الهرامشة. زيد. الحمامشة. زيد. ولاد ناصر. زيد. ولاد سعادة. زيد. ولاد رحو. زيد. الفلاتحة. زيد. الكراكرة. زيد. الحنيشات. دوكم مالين الدار؟ مالي باقي؟ مالي باقي. صافي. 11 دوار، 11 جماعه. وين منين جات هذه البحيره؟ هذه سيدي البحيره سيدي كانوا الاولين اللي ما نسمعوا ولايه الله، كانوا اللي طلبوها من عند الله كيعطيها لهم. كانوا الصلاح اللي طلبوها من عند الله يعطيها لهم ولايه الله. قالوا سيدي بحير عا كنسمعوا بودنينا غادي مسافر، والمسافريه ديالو داز على واحد مول البحيره ديال الدلع. قال لي عشيك لما عطيني واحد ليلة أنت أون بينا ودي مسافرية. قال يسير بالهدى ولعدك جزر يسير لها. هو يتغير، كانوا عاش شملاتك سعال حياك تغير، هو يدير الشملاتك حيك بحاك. قال لي لك تدلع لك تي بحيرة من بحيرة الجنة العيني كتي عام الزلبيح لينك، هو يتبعوا الحيرة عن القول اللي كان سمعوا بودنينا تدعتوا تالحبوس ديال العكار ديال الوالدية كاين هذوك ما بين الوالديه والعكار واحد ما تقول القسمه مقصيبه. وهذوك كاينين بحيره حتى تم؟ لا هذوك غاك تما فين تما فين مدفون. مدفون سيدي بحير في واحد البلاصه كيقول واحد الدوار كيقول لي الحداجه حدا 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 دوك حدا هذوك العكار. واش دابا الحداجه تما منكم؟ لا. وكديروا انتم الركاب لتم؟ الركب كنبداوه من الثلاث ونرجعوا للثلاث. عندنا نزلات كنخرجوا من الثلاث سيدي بوكدرة. اي كننزلوا كنا ننزلوا سيدي في هديل، ونزلت هاد هديل ننزلوا سيدي بن عباد، ومن سيدي بن عباد كننزلوا في المورد، ومن المورد كنباتوا مفرقين ليلة الجمعة وصباح السبت كنباتوا في القشبة في عند جاكرتا. كل عام يمشي هذا الركاب ولا لا؟ نمشوا عام ونغبوا عام. كانوا الغليمين يجوا عندنا عام وحنا نمشوا لهم عام. الغليمين تخاصموا على الحيرات الناس الاولين. انا عقلت فيهم وني صغير بعد تخاصم الحيرات مع الغليمين. انا عقل شحال في عمرك دابا انت؟ عندي دوكا سيدي داخل 83. شكون قرانك هنا في الدوار؟ وقران يا سيدي منهم هذا نيتا ولي حداك. سميتو؟ سميتو عبد القادر. زيدو هذا اللي حداه؟ هذاك ولد عمتي. هذا عباس. اي هذاك عباس. هذاك مول المانيرات. اي هذا قال لي ابوه الله يرحمه نهار زاد عندي كان في المنام وكنشوف زاد عندي مشكل. الله يرحم الوالدين راه مش كحلني عباس جاب الربحه راه بدا يبياض. وهذاك اللي بقى تعدو على سنه بحال سارو هذاك يا سيدي مكني عليه العبري. اسميتو العبري؟ على من يبري؟ وهذا كعائله كيشي عرسي كافي. وهذا الراجل اللي بارك هنا مقرد هذاك سيدي من هذاك الحاج من بعد الغليمي من ولاد من دوك من هذوك محسوب على ولاد ناصر من دوار خر. اي وهذه الحطه اللي باركين فيها ديال من هنا؟ هذه الحطه سيدي ديالت هاد الدراري ولاد محمد ولد الطاهره بتشي الغليمي ولد دريس. ودابا سيدي كانت العيالات اللي كانوا جديدات الاولين المرولين كانت واحد المراه جده الله يرحمها الهاشميه من اليتيمات ياكلوا والهجات يدوا وكل شيء يدوا. عاود الخليفه ديال تمهم هالدراري هالدراري اللي باركين عندهم دوك مولات هذه المحله دي بناي دوك راه هي جيده وهي كانت مهم قدمتها الحيرات تاع العيالات مقدمه جدير. بعد كانوا الحيرات يمشوا سيدي الحير العيالات من موراهم كيديروا واحد اللامه واحد اللامه هما اللي وهي مقدمه فيهم كدير الفاتحه
هما اللي يوجدوا الماكله للناس. اي كدير الفاتحه البحيره كيمشوا للسياره وهي هناك يديروا واحد لا ما واحد الخير كيوجد منشور هي كدير الفاتحه للليالات. هاد الدوار سميتو هذا الزبونات. وشكون جيرانهم؟ جيرانهم سيدي احنا دوكا يا البحيره هنا جيراننا سيدي الميسات والكوانين. الميسات والكوانين هما جيراننا من القبله بحال غادي عند حمر. اي هما جيراننا من القبله واخا بحال غادي عند الدكالة. شكون دكالة سيدي مزيان هما سيدي حنا دوك الغيالين وزرامنا الغيالين وزرامنا هما اللي في الشرقي بحال غادي عند سعيم بحال غادي نجمع سعيم واخا بحال غادي نجي تاسفي نجي تاسفي دي كاين مجيت البحر ولاد شكر ولاد شكر ولاد شكر كيتسموا بحاتره ولاد شكر وبحال غادي نجي بحال غادي السبت هكا السبت جيرانا جيرانا جارنا السبت كجوله وشرا شما وشرا شما وكجوله وكزولة. اي سلاسمو وكزولة وما جينا لنا من هنا من هذا القنت. واخا بعد زاد هذاك قلتي لي بحير بعد قال لي لك انت اذا كنت على ما نسمعوا بودنينا قال لك كنت بحيره من بحيره الجنه بعيني زيد كنت عام نزل بيح الله يهنيك وهي تبعو فين تبعتو؟ تبعتو غادي جيت الولا جيت معك جيت جيت القشمه بدلاعها بدلاعها تلقاو لي الناس على ما نسمع بودنينا تلقاو لي الناس ها العار ما العار تلقاو لي العار تما وقف تما بقى الدلاع في الوالديه ديال الوالديه والماكله تاع الوالديه والخضره ديال الوالديه بنينا من هذاك العصر كان هذاك سيدي كرم الضيف كانوا قال لي على ما نسمع بودنينا كان يحرطوا هو وياه الحرط ماشي ولد وراه كيحرطوا هو وياه وكان بعد يجيو البحيره يمشي يزوروا كيقول لي معكم القرعه ديال جدكم هاكم حقكم في الخضره ديال جدكم دوك البحيرات بعد كيمشيو سيدي الحير كيجيبوا القرعه القرعه كتكون غاليه وبعد يمشي عمر الموسم تولي رخيصه شريفه اسمك الله ربيعه ربيعه اش خمور ربيعه خمور اي بنت من بنت سيدي احمد سيدي احمد بنت من بنت الهاشميه بنت الهاشميه بنت من بنت سي الكامل بنت سي الكامل بنت من صافي صافي ما عرفتش شحال في عمرك درك وقال لي يوسف عندك 62 ها ماتي شحال عندي شي ها مقدرينها ليا ها قدروها ها قدروها ها قدروها با نهار تزوجت با ما عندوش الحاله المدنيه وما مكاتبش با امي كاع ما كاتبينش تزوجت بنت 14 ولكن ها قدروا ليا تزوجتي على 14 عام صمتي عندهم ولا كنتي صايمه لا مشيت صايمه زيد ولكن كحلة شويه ورقيو انت اللي رقيو كاع رقيو كاع كحلة ما مهلي ما كاين ما تشوف ما كاينش تهلو تقول وكي طات انت ما مهلياش وكي داروا لك تاخ دابا كي درت جابها لي الدحش ركبت على الدحش سبابك على الدحش سبابي على الدحش كي طرى للدحش مشى شيخي تخير في الغابه حنا كنسرحوا زيدي شي تخير اختي طويله وزينه وما بغاش قال لي بغيت هذيك اللي فوق الدحش هذيك اللي طير طير زيدي قال لي باش حيت ولدي درويش باش تكون هي هي اللي مزيانه ولدي درويش يجي مع هذه اللي طير قبيحه مزيانه وقبيحه نيته بصح نيت تمديز على ديا كرك باقا قبيحه لدرك وقبيحه ومن حجارك يشدوك زيدي زيدي شافوك راك مع الدش عجبتيهم عجبنا هذا شيخك شيخي جاب جوج قوال تاع السكر ولكن القراب فيه الفاخر كيبيع الفاخر زيدي والسكر ولا كحل ولا قوال تاع السكر ولا كحلين طحليم الكاغد هذاك ديرمو في الشواري مع الفاخر حتى في الشيا قفه تيما الايام كحله من الاول حتى الايام انا فمي كحل حق دقيق زيدي واه اللي درتها من ما تصور لي زيدي واه جاو خطبونا سيدي درنا الخبز قالوا لي طيبين الخبز خرجت بالعواد كيفاش خرجت الخبزه بالعواد بالتقبيع حيت نفخت قالت لي امي ما تخرجيهاش بنيتي راه فيك النفس قلت لها من جاتني النفس وبقينا بحكاكين وهذا اللي خادك تعرفيه ولا ما تعرفيش وتا في عمرني شفتو لا طويل بصح نيت زيدي علم الزينات طويلو واش غنديرو بقيت قاعده بحكاكين نسحب غادي نريح هادهم شويه وتمشي ثاني لداركم كيف حالي حيت با قراب كيجيب اللحم شلاو خضره شلاو مهلي مهلي فيا وقلتي جيتي عرقيو وانا راه عرقيو قوا ولكن اشنو انا في النفس حاره وراه كنسرح 96 راس البقره ثلاثة زيدي ندير لهم النقار هنا زيدي ايوه حاره حار زيدي
ايوا سيدك عليا ملي بحكا خطبوني شيخي جا بيع جمل باعو فيا خيمتو باع الجمل وعطى ب 4000 بشرى من اميده وشرى البراد والمقرش تاع النحاس اللي جبتي في البتات هذا البتات وثلاثه الحافات وثلاثه الوسادات وكاين شي وغراف غراف ها واحد بصح نيت الله يتعاون ماشي معاك الخابيه لا باك يقربوا مجتاز بصح نيت مجتاز غراف غرافة واحد غراف ديال التمثيل واحد غراف ديال الميكا ولا ديال المانيو لا دوك راه مخيطين كان فين الزواق هادوك اللي عندهم القرون فين الزواق الزواق فيهم بالعمان دوك الغرارفة يوسف كانوا مزوقين هو حاضر لك يوسف ترى ما كانش يوسف مو ما كايناش واقيت زيدي جبتي قلتي غراف وهم اللي داروا العرس جينا تفرجوا الفرايز ربيعة بعد تختي الخبار كي حسيتي واش حسيت وراه كان بكيو والدوار كامل يبكيو خوتي بكوا عليا قيتي فيهم قيت فيهم ولكن خويا واش دوار خر ولا دواركم اللي غاتشري لا دوارنا هذا راه جيت لي انا جيت من دار القيده الشريفه سماك الله رقيه رقياش بنت صبارك بنت زويهية بنت زويه انت دابا كيقولوا لك رقيه الزويهية رقيه بنت زويه الله يخليها ديما زاهيه الحمد لله الحمد لله الله يقطعها قولي يا شريفه الدوار سميتو دوار قضيه القضيه هو هذا لا دوار قضيه هك هذا دوار بلاعده انت جيتي من دوار القضيه جيت من دوار القضيه جيت ولاد بالقرشي واش بعيد اش جيت ولاد بالقرشي جينا في كرويله جيتي عف كرويله كرويله ها شكون قرانيتك وانا عارفه اش قرانات كان خاطبني واحد زيدي وملي والدي المهم مسكينه انت قليل صحه وما تقديش عليهم وعدهم شله صاير وشله هرج بنادم كثير عطاتني لهاد الناس على مساكين قالت يلا ما بنيت المساكين تعيشي انتما انتما لاباس عليكم من جي انا لاباس علينا كنطيبوها من الروت وكاين حتى حاجه من جاتنا راه عمي وحدها با ما يقيت الله يرحمه نقل شويه عزت ومات عزت انا مات با الراجل تعرفيه ولا والو لا مشي حصد عندنا مشي حصد عندكم في الدوار كان عندنا لا حصد عندنا في خيمتنا يعني كان عندنا حصاد عندنا زرع إيه؟ ومشي هذا الحصاد وانا مشيت نمطط ليهم زيدي مشيت نمطط وهو شافني الله يرحمه مساكين زيدي عطاوها 400 في العشيه في الليل زاد عليها 24 مية خطبك شي واحد خر لا كان خطبني واحد خر ما هوش عطوني لي كان عيعضوا الكلب وما هوش عطوني لي هرب قال لي ما دايز ليناش هذا ناقص منه قاع هذا مشى للهراج ومشى للصداع وانا ما نقدش ما كانت فيا صحاش واخا وعلى كيفاش كان غيعضوا الكلب الكلب تلقوه لي تلقوه لي خويا ما بغاش يعطيني لي الكلب مربوط هو تلقوه من الربقه ووعدو كان عياك جرى عليه على الكلب هناك منه تهني ويني هذا اللي خطي هما اللي طلقوا عليك الكلب هادو تاني ما عندهمش والو البرد لاب الله يرحم الوالدين على الكرموس عدرك ولي كاين صافي الحين ما كاينش الخيمه بصح نيت والله جيتي لقيتي على الجوع الارض كحله طبيله جتها عروس طيبت لي في عدوستي الله يرحمها خويا زيد كيلو تاع دقيق نجيبو صافي وين الناس معقولين كاش معقول شويه وخلاص حنا صبرنا شو شحال ولدت شامبرير تاع الدراري 8 و3 ماتوا شحال ولدتي شامبرير ديال الدراري 3 ماتوا ليا وواحد ولدت في السبيطار انت نهار جيتي شعرك فيه القمل لا كانش لا امي كانت توضيني تغسل لي تبدل لي عندي شعر زينه كنت زينه بزاف كنت زينه بزاف اللي راه كان شافتني الغلم ما تعاش الله يرحم الوالدين اي راه درك اللي مشيت في حياتي مني مات راجلي اللي تشوت ما كتوخانيت ولادي وكل شيء كنت زينه وخا ندايره في العفن وخا ناكل صلخه كل نهار ديما صحيح راجلك كان يسلخك صلخه كل مناش ما عرفت طلان من المهز طل ها كنت ندير على الزوايل الله يرحم الوالدين كان فوق الطلان الطل وهني دايما هاجره واخا نهجر ما نخممش الله يرحم له والله ما نخمم زيدي هو بحال عطاني على 5 كليت ما كانش يضرب يضرب قال انا عرسه وصل خالص الله يخرج برا يجي يقولوا لي راه طلت راه داير تيجي يدقني ثاني هاي دقت يعني كان الحكام هذيك الساعه حكام بزاف ويديني السبت كان ما كاين قزيه ما كاين والو التالي ليك زيت لهذا مشيت حيد سنين نقيت فمي قال لي سيري بغيتك تمشي ما يركب لي قلت لي ان شاء الله نطلب الله يركب لي مشيت عند مول سنان بحالك بحال كتم الخير عاودت عليه قلت له ودي مشى وربط عاود عاودت عليه حصرقه قلت لي راه سنين ما قال لي الله يعمرهم ما يشدوش ليك
قال لي غندير ليك ما كاين ما نقول لك واحد فما ترجعيش عندي كاع ما لبست ما جيت لبست عن زرابه كسوه وحده لحتى في كرويله كان يضربني ما يخلينيش نلبس ومنقبني واحد نقاب كحال ما عرفت كي داير بحال كي دايره نقاب راه عمر عريوق بحال شي عاو كان زمت شنو ندير تاليا لي هذا نقاب ولا الجيم ما دلا الجيم من يكبروا الدراري حد يحامي ولا كبروا دائما تليش حير فيه وليد كيفين تركبوا في داك اللي عنده قرينات لدرك ما نعرفش الكارمن داكسي من طوموبيل ما والو تيقولوا لي ولادي عركبوا وجيت لعندنا بيقول لي في غادي نقول لهم الدار الزرقاء تاع الحاج ولدي راه تما ما كانش ولدي داسرة بالدراري اين هذا صارك مشيت عند واحد نوبر الاولى ليا عطاني هذا الفيل جدها قلبت وحده ايما الله يفك لا جليله بيا ما نعرفش والو جليله بيا طالبين عند واحد المره حنا دوار كتاع بنادم كيتسلف لابي عند واحد المره بنقابه مزيدي توضر لي نقاب في المدينه نقبت برجل تاع سروال رقيق شوي حزمت لي خيوط من هنا وتنقبت بيه صعيب كذبت عليك انا تعذبت بزاف كيفاش نهار عطاك الفقيه 2000 جيت راجلي لقيته في السبت قاعدني برا كي قاعدني برا حدا الحمير حاشاك والبهي من الكراول ما قعدنيش بلاصه زينه عمرني ما قعدت بلاصه زينه نهار ريال نفسه وعرفتي علاش حيت انت كنتي زينه كنت زينه بصح نيت علاش ما غيبركش في البلاصه الزينه لا كنت زينه وبعد يجي يعود يتنادى ما بالحجر يعود خاصو يتشان بكري العيالات ما كانوش يمشيو للسوق ما كانوش عياد بكري يمشي للسوق وكان الراجل كيبقى كيخشب على المراه كيقولوا ما يخشب وكان الله يرحمه جدي مشيت معانا ومشات معانا داد الله يرحمها وقال لها قعدي تمشي نجيبو براتاتي ونشوف الحيمات انا والدري هذا ولدي عليا انا وغنجو قال لها قعدي حدا هاد الميكا هنا وصديت ورا الحائط هذيك الميكا كيحولها البرد شي شويه داد الله يرحمها نيه تابع الميكا فما حولها تقعد حداه البرد يحول الميكا شويه تحول حداه يحولها ثاني لديك الشوكه الاخرى تحول حداه جينا ما لقيناش ما لقيتوش الميكا ما لقيناش داد الله يرحمها صحاب الميكا وما لقيناش كامله زين وبقينا نقلبوا تبانت لينا راف واحد الحصيده ليه وجدي تقلق وبدا خاصم قال لها خليتك هنا وفين مشيتي قالت لي راه قلت لي قعد حدا الميكا على نيه على نيه هي تابع على نية مسكين والعيالات دوزوا العذاب العيالات دوزوا العذاب بكري كيفاش الكوشي هذاك اللي كان صحيح هذاك السيد جدي الله يرحمه مسكين وكيفاش القضيه ديالو هو جمل وكان واحد الجمل كان هو مكلف به هذاك الجمل كان واعر كيقولوا ليه ديال الربات العسليه وهذاك الجمل كان الى خطاه جدي الله يرحمه ما يتشدش ما يتشدش ويقتل بنادم يقدر يقتل شحال من امراه اعتقها بسببه هو اعتقها ما يتصاق ما يتقاد ما يتصاق ما يتقاد وواحد العام سيدي كان هذاك الجمل كان بغى يقتل جد الله يرحمها طاحت في واحد الهرتك تخشات فيها وهو في السوق وهود ليها راسه وما وصلهاش ومني جا جدي شافوه هرب هرب هذاك الجمل هرب التساع ومشالي وبقى كيضرب فيه غلبه ضربه بواحد عصاص الخمزيان وحسافي واحد الوقت وخلاه تدخل بغي يعطيه ياكل وهذيك البلاصه مكروفه هو يحبسه في واحد الركنه وبغي يقرق عليه الجمل بغى يقرق على جدي الله يرحمه زيد هو يجبد معاه بطرشه جابو مسرح ضربه الجمل اللي ضرب لا جدي ضرب الجمل بطرشه كانت يدو كبيره بزاف كان صحيح يدو وكان طويل شحال كيلبس يدو ويدو ما كتلبسش يدو قداش ما تنص منو ديال هيركات قال لي مال يدو يدو كانت كبيره قد الركبه غليظه الله يرحم الوالد وصباعه بحال الدريح تاع بنادم ولا يني رجلو كيلبس فيها نص منو تاع هيركات البرغو ما كنلقوهاش هيركات كنقسموها تجي قد رجلو قد قد صافي قد قد كيفاش القضيه ديال الماعز الكوشي هذاك الماعز كان ديال واحد الراجل قريب سميتو بقار هو كيقولوا لي بقار ما هو سميتو عبد القادر زيد وهذاك الراجل لابس قاندوره سميمو ليالي وديما هو لابس هاد القاندوره ما عمرو حيدها ما كيلبس تحت منها حتى حاجه بحال القالب ديال السكر دايرين عليه كهر زيد صافي وكان كثر عنده الماعز واحد العام وتسلط على واحد الراجل هنا يقول لي خالد الجلالي ها هو معانا وتسلط عليه هذاك المعاز ولا ياكل لي الزيتون وهذا خالد الجلالي دروش واصبر خالد الجلالي واحد الوقت ويتلاقى مع بقار جاي بقرب تونيت من السوق هو يقول لي اجي يا بقار هذاك المعاز الا ما حضيتيش ليا الزيتون راه غنردوا لك كامل قرب هذاك المعاز الا ما وقرش زيتوني غنرجعوا لك قرب وقرب بينيت في السوق كل نهار هز قرب باش لا تبكيت هذه تبقى لا تبكيت هذه تبقى الغر
الوليد اسمك الله؟ انا اسمي البكي عباس. البكي عباس؟ عباس هي الضل تبكي؟ لا احنا ميصلين من اصل البكي. ومن البكا ولا منين؟ لا كان يبكي لديالو. كيفاش اشطاه مشي لما تيشي نعجه ولا شي طاوله كان يبكي ليها. هذاك علاش كتسمى البكاي؟ ايه. وتتخرج لي ليك كتبكي ولا وين؟ انا كان بكي وكنعكعك. من صغرك؟ من صغري. كاع خرجت لك كتبكي من صغرك؟ طاعيتنا شي وارتينو. الله يرحم الوالدين. دابا البكا تا ما تخلاش على البكا. لا ما يخطاكش. لا 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 مش خسرت شي حاجه ولا بدا ما نمشي. ولا بدا تبكي. كيفاش قلتي لي النيه وقلت النيه ما يتلاقاوش؟ كاو شي ناس مشاركين. زيد. في البيع والشراء. هما مشاركين. هاك داير النية الاخر اللي قلت النية. تالي داير قلت النية والاخر النية. واحد داير قلت النية وواحد داير النية. شكون اللي قلت النية انت؟ لا انا عشتهم. حاضر. انا حاضر لهم. زيد. كان يقول النية وقلت النية ما تلاقاوش وفعلا ما تلاقاوش. نعطت النية وقلت النية قالت لي اش هي النية؟ هذه قلت النية كتقول اش هي النية؟ كاع جالسة في دارك ما تخرجي. ما دوري ما تسيري كشتي قلت النية وتحسن النية كشتي قلت النية راجع الشيطان. زيد قلت لها غنشونوا وياك الليلة غنشدوا الطريق وانتم غايبوا الشانطي مشى الليل وجا ما بقاش حديد. يلاه 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 داك خط ابيض متصول. اه خط هكا حلا جالس في مول دقيق هكا. زيد جالس ما قلت اخيتي هذه قلت النية قلت اخيتي انا عييت عييت نجلسوا هنا نبركوا عينا. هذه قلت النية. اي قلت النية. تبرك في الشانطي تقرد. اي. زيد. قالت لها. تسارح. النية قالت النية. قالت قلت النية. النية قالت النية قالت لها. من الشانطي نطرفوا على الحديد. الحديد ونسارحوا ونعتصوا ونجوا حالاتنا. زيد. قالت لها كاين التراب اللهم نحشونا حوايجنا نقايا وبيضين. احسن. النية عندها نية وحدة. نمشيو غدا نقيين. اه. ركزت. ركزوا في الشانطي. ركزوا في الشانطي. بجوج. لا تساموا ورقدوا. لا لا تساموا ورقدوا واني قلت النية فايقة. آه دير الدخية. والنية رقدت من نيتها رقدت. سكينة حيت عنية. رقدت. تحاضر من بعيد. من بعيد. زيد حيت فيك قلت النية. زيد. نات قلت النية سيدي حيت من حداها تفرد الكوت ما الجنب الشانطي. البصرين فاش قدرون. زيد هذيك زيد. وقفت تما قلت تما قلت النية. وخلاتها مسكينه وحده. خلاتها وحده وفي الشانطي. هو يتم جاي واحد البغله هربانه لمولاها في الليل. بغله هربانه لمولاها بكاروها ولا بيع؟ لا حفيانه وحدها. زيد. بغله ولا والو. ديزع وحده. تاك 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 جاي حتى شفت النية لابسه البيض راكده في الشانطي. زيد. قربت لها تخلعت ما تنقز على قلت النية في كرشها. مشات قلت النية اللي مطرفة كاع. اللي مطرفة. عفطت فوقها. علاش عفطت فوقها؟ حيت شافت النية راكدة في وسط الشارع دخلات، شافتها لابسة البيض. دخلات منها. ايه. مشات بجعت الأخرى كرشها. من تما علاش بقات النية وقلت النية ما يتلاقاوش. عمرهم ما يتلاقاو. تقول. هذوك الإنسان وخاص الفلوس إذا يكون تراضوا والشاكل معاك. وإلا درتي المعقول لك المعقول بلا كونترا بلاش أنا كنتصارع مع الناس بلاش بحال كنت دابا كتبيع الدول اللي ما لايقش بلا وراء راه مالي كاينين الكوين لا وشكون الشطيرية شنو اللي حرفتك أنت؟ أنا كنت كنبيع الدول ديال البرغوت. كنتي كتبيع دول البرغوت واش أنت اللي كدير هذاك البوق؟ أي سوق أي كنبيع دول البرغوت الدبان الجعران الكريات ناموس كوز برويش ودي كاع نوريك اش نقول الدواء ديال البرغوت ديال البرغوت زيد احسن صديق كيتمشى واحد السرعه مضمن العافيه مضمن السيف وحر من العافيه مضمن السيف وحر من العافيه هذا دواء البرغوت دواء البرغوت واش هو اللادامي ولا الفهيم ولا لا كان البهايم الدجاج الكاشوكلات في الغلام في البقر في النعاج الجملاط بنادم اللي كان القمر بكري في بنادم في راسه قلتي واش هو هذا ديال البهيم ولا ديالاش؟ لا كل شيء ديال كيسمى قاتل الحشرات سميتو قاتل الحشرات المديرة كيحيدها المديرة الحاجة مديرة قال حاجة المديرة كيحيدها إلا وحشتي وقار عليه شحال مفتشين كاع جا وقلبوني ونعدينا المخابرة في فمي كنشد هكا ونفنسالي
كعفو زين عرفو خير. دابا بعد دير انت الدواء في في نسالك كتعود عندك مخابره. لا كيجيو حساب المخابره كيقول واش الدواء زين ولا خايب. ايه حنا كي غندور نهزو منو نتو الرباط ولا الدار البيضاء ولا كذا. ايه كيديوك حتى ولا يديو الدواء؟ لا الدواء وانا نقلبو بنسالي كنقول لهم واحد عالضغوط عرفو حر من الفلفلة صافي زين يقتل المديرة. انا عندي كيقول يدير اللي قال كنقول لهم لا انا مديري. انت ما ديرش اللي قال. هو كان عبر عبيدي كاع بلا عشر صحنين وناكل بها طعام وكل شيء. علاش ما كديرش اللي قال؟ فيطاح لك شي حد في البوكس؟ لا واش هاد اللي قال اسيدي لو ولفتهم غادي يجي غتحرق وغتمرض. اللهم تعيدا اللهم الحيد اللي جات ولا انت مسليدي بالصابون. وكيفاش السي البكاي بنهار نهار درتي الدقيق مع الدواء خلطتيه؟ هاك السي كان عندي زحام. اش كان عندك؟ كان البيع وشته بزاف. زحام وتقاد عليا تبيع في الكار ولا واش في القيطو في السوق. أنتم في الاستماع لبرنامج ريحة الدوار. برنامج ريحة الدوار يقدم لكم بمساهمة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. ها كان عليك النفاد. كان نفاد زيد اتقل علي الدواء وانا سيضع خينا صاحبك زيدي واحد 5 كيلو تاع السميد. 5 كيلو سميد؟ أيه. لسه ما جبتي السميد وما جبتيش الدقيق خالص. لا الدقيق اللي خلطناه مع هذاك الدواء غيتلصق يولي بحال العجينه. اه السميد كيتكسكس. كيتكسكس؟ اه ما كيتكسكس. لا كيتكسكس. ومني كندير العاصف بحال كبير بحال كنخلط نصوب داك الشيء راه قوي طريقو زيد. تسمى الدواء غالي 100 ريال لوقيه. 100 ريال لوقيه والسميده بشحال جايبتها؟ جاب به شي 110 ريال الكيلو. وشحال كتبيع انت؟ 100 لوقية. على لوقية؟ لوقية لوقية وقيتين حنا 100 خارجة وخديتها كيلو كاع ب 2000 الدنيا هادي. زيد ها تبعتي لعباد الله. صافي. السيمانة الأخرى؟ السيمانة الأخرى قول لي هذاك تا ودوا. قلت له ودي اسمح لي أنا عشان. اش قال لك؟ السيمانة الجاية جا عندي واحد خينا قال لي وداك الدوا راه فيها ريح دقيق وقيلة دقيق. قلت لي لا وقيلة دقيق وقيلة سميد كاع. هو حل المشكل بعد قال لي وقيلة ما قالش هو. قال لك وقيلة سميد. هذيك وقيلة جاتني زوينة أنا. زيد قلت لي وداك الدوا جنة خان شخري بحال السميد مسمد زين هذاك. هذا كيمشي للحشرة كيسمد كدوز حركة فوق منه كتمو الزين هذاك وما بقاش عندي مع مخا تبغي درك ما لقيتي ما عندي ما نديرو. زيد اش قال لك على الفار مالو؟ يديت منك الدواء ديال الفار وما ماتش. ديت الدواء ديال الفار وما ماتش. واش قلتي لي انت؟ قلت له ودي كنت مخرج 10 شهور كاع الفار ما يوصلك. اتفقيه ما قايديش كتبيع الدواء. لا كنقول لي ما ودي اللي ما اللي مخرج 10 شهور لا يجي عندي واللي ما مخرج 10 شهور هو صاحبي جد من عند الدواء. كيفاش نهار الطوموبيل خسرت؟ كان الباتري خاوي عيان. الباتري عيان وديت معايا شي ناس بغيتهم يتعذبوا عندي فيهم الغراض. بغيتي تما تكرط ليهم بلا ما؟ لا ونعذبهم. كان باقي خدام في الزيزوار. زيد ركبتهم اسيدي معايا في الطوموبيل 3 جوج اللور واحد قدام تفرزنا من الدوار تقريبا 15 كيلومتر على الخلا لا جار لا دوار. وسكت الطوموبيل تما قلت لهم صبروا تنفسوا شويه الطوموبيل راه عيات هما يسحبوها بصح. جلسوا قلت اش غادير ونزلوا عودوا. اي قلت لهم ونزلوا دفعوا واحد شويه دفعوا بيا الطوموبيل اش تبغى تنوض. اش قلت لهم؟ قلت لهم ونزلوا دفعوا معايا بالطوموبيل دفعوا الطوموبيل لا بغا تنوض غندير ماشور نرجعوا حالاتنا احنا عيينا. الباتري راه خاوي عيان عاد دفعوا دارت ماش شريتهم تما كره باقي للدرخ. وعلاش ما وقفتيش ليهم؟ الا وقفت طوموبيل ما غتبقاش ديماري وغادي نضيع مع العقبه خاصه طال معاشو والفرين ما عندهاش فرين مين عندها الفرين ديال رجل. الله يرحم الوالدين. وانت غادي؟ غادي. والبيبان كي دايرين مزيان صاينين ولا؟ البيبان اسيدي كاين اللي شادوا عبسك تاع البال وحق الله العظيم الناس تسوق كسوق بلا صورانس. ولا قدمتي شي حد؟ لا كعال من دوز كنصور عندك السوقان فلاحي في السوقان فلاحي غادي صافي. ما كان يكون شي براج ندخل البيست. ها ملي كيكون شي براج في الشانطي ها كنخرج البيست
هي ولا خرجتي بشي عجلة ولا خرجتي لا تعاوش شي قطعة ديال الغلم لا سارح لا هي لا لا عم شور عم شور حيت الطوموبيله وراك انا غتقسم قديمه علاش انت ما كتكسيريش ولا لا علاش لا كسيري اول مره الا تكسيريتي الا كسيري غتاكل ليسانس هذه من جهه زيد غتضيعك زيد وثانيا الا وراك بزاف غتقسم تقسم الحين تجيب سعودي عربي ما مشيناش في الشاليمو سعودي عربي سودور من تحت صحني عندك جوج طوموبيلات الحين هي بيجو كان سانكات ولا تقسمت كاع ولا تقسم شويه بين نص الاخر الله يرحم الوالدين الموتور ماشي حنا لا مزنداقه كيفاش نهار لقاوك الجدرميه هيك الساعه سيدي كانت عندي درت لاسورانس وليت راجل بعد درتي عقلك درتي لاسورانس دورت نعود لاسورانس تمي جايك سبعه درت لك طوموبيل بدلتها علاش زعما درتي لاسورانس في الاول كانت خارج عقلك ولا شي لا كانت ما عنديش فلوس كانت وقت مهيئه هاك كانت الوقت مهريعه ملي تكونوا البرقاقه مشيت بدلت هاك الطوموبيل بيجو درت فيها زيد لسانس هاكي داخل ما بلسانس زيد فيها حنيني جات تديني جات ديني زيد مدوز انا البيرمي في المسيرة ومدوزو ب 14000 وشنو اللي كان عجزك المسوال اللي عجزك تا واحد ما عجزني حاطين كلهم كلشي قاريهم كلهم قاريهم من ديبار تا ديبار في تمشي بالسياسة في الديكسيدة في كذا فين تمشي بالسياسة في الرباط لا فين طلوع الشمس طلوع الشمس غروب الشمس غروب الشمس جرافيت الجرافيت سكوس خصوص داخل المدينة سكتين سكتين الماشينة راه قاريز قاري من دوز قاري من دوز ما قاري ما قاريش قاري منين دوز وما كنت قاري كوني موظف كيفاش مني كان الجفاف وبغيتو تطلبو شتا ديرو تا غنجة لا ماهوش تا غنجة واش جاو عندي السوك كنبيع الدوز على البروت وانا عندي الرخصة عندي ثلاثة رخصات واحدة شادة من وزارة الداخلية وواحدة من الفلاحة وواحدة من العدل زيد عندي نيت عيطوا عليا باش دير البوق من والي يدير البوق كيقول لك لا دخلتي للسوق لا تشكها من صداع البوق تقول واني انا البوق معلي الفوق زيد وانا عزيز على القياد حيت كنبرحني مع الغيب وعلى كل شيء داير يدك مع المخزن زيد وشوية طيب واقف مخازنية كذا جدرمية البون جا قاو طلب شتا ما طلب شتا تجمعوا القبيلة قلت لي واسيدي لو طلب شتا يقلب جلابيته اللي بغى يطلب شتا يقلب جلابيته علاه زعما قلبوا زعما باش ينعلوا الشيطان الشيطان كيتنعل بالمقلوب حتى مقلوب أيه. زيد قال لك الدواء اللي قلب جلابيته ما تصبرش مع الجفاف والعطش ومع الحار سخون عيقلب جلابيته ولا مع رشا بالقمل لطيفة القمل كان داخل تقلب خرج عندك حتى ولا خرج بلا المزاحم والقمل لاصق عليه زيد صافي كاين اللي داخل في القمل هو الاول خافوا يعاديهم هذاك اللي كثير فيه القمل هذا هو الاول الدقيق هو الاول عيمشي عيمشي هو فوق قمله بغاو عيسوي زيد شويه قالوا لي يا سيدي بالرحمه جاي خير اللي حتم دربيه كبيره لحتو كبيره كبيره قال لي يا شريف لا لما تساعد معنا غادي نطلبي نشتن قبيله كذا 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 جمع ابن ادم تولت حتى غضب هذا حتى السوق كامل جمع شمن سوق هذاك القزوله ولا لا ثلاث بوكره زين جاو اش قلتي انت؟ قلت سيدي بسم الله توكلنا على الله ها القبيلة سرحوا يديكم القبيلة زيد وقتي ما قولوا أمين وغادي واحد فاتح الشتاء زيد والله رزق لشي عام ديال الجفاف أعوذ بالله ونقول الله رزق لشي عام ديال الخير نسي قلت على الجفاف كيفاش قلبك كاين نهار بديتي تبيع الزبدة والدواء ديال الفار ما ملاقياش هذيك الزبدة سيدي هي بحال الورنيط زيد كتباع بيمين ديك ذات المزيانة ديال مراك زينة واحد الزبدة كدير شي 260 ريال كيلو جبتيها في رمضان زيد شي عندنا المقلوبين بزاف حنا زيد
وكان بيع الزبده سيدي ودوت على البرموز هنايا في جنبي الميزان يعبر كل شيء في رمضان. جا سيدي كان بيع الزبده ب 400 كيلو 100 ريال الرابعه كيلو ب 400. جاوني الجدامي فحط حراره قال لي ودي كتبيع الغش قلت الغش كيكون في الغنم كيكون في الغنم الغش كيكون في الغنم ما كيكونش عندي انا ملي كتروح زي الغنم تولي خرومت دايزه فيها الغش زي انا كنبيع الدواء ديال البرغوت ما كنبيعش غش هو يقول لك هو وين جاب الدواء البرغوت للزبده زي خليتك من الكلام جاني جدامي خرجني الى جوده على الخطره كاع لا جوده مع جوج جدامي هي ثلاثه السلام عليكم السلام اسمك انت قلت لي اسمي فلان الكاري ديالك علاش اسيدي راك نقول لك ها هو قال لك كيفاش حد الزبده مع دو البرغوت علاش كيسيبو قلت لي اسيدي انا بغيت نعرف شحال كاين مو كيف السوق صافي صافي بغيت نعرف هاد الناس اللي مساكن مزفتين مزفتين ويقول يا الله يعاونها وكيف هز زبدتك ويلا صافي لا ما جاو معايا والو قال لي حط الارض خلاك منك الكوين اسخني منك هذا واحد السيد عرض عليا قال لي غادي يدير العرس زي كشي انا كان مريح في العرس في النحيله اش تقول فلان عطاه فلان غرم فلان فلان عطاه 2000 فلان 4000 فلان كذا وكتمجدو ايه زي وجا عندي سيدي قال لي فلان تعشيتك يشرب لي فرجان هذا قال لي ودي غتفرح لي بالنحيله قلت له واخا غرامه ايه غرامه قلت له عطيني واحد 2000 ريال حقي قال لي والله ما دريال قلت له علاش قال انت تعشيتك يشربتي نعطيك فلوس تاهي قلت له كل خديمه اللي يشرى انا غنجمع لك جملين ولا ثلاثه قال لي لا ها هو جيت في حكا قلت له ها القبيله بالبوق كتسمعوا بنات ولاد عيات ورجاله صغار وكبار صغار وكبار كيقول لكم مول العرس مرحبا بكم ولي طاني شريا الله يرزقو عام تاع الحج ريال 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 امشاع كلشي خرج من قول وانا نهرب وانا عاكس صنداتي انت بحيد صنداتك قبل لا عاكس صنداتي وقاني عدفها لتحت باب زيد خرج دخلت مع قليب عقلتيها صافي حطيت تحتي مع الحرف زدت حالاتي يالله يالله هو تابعت صافي تبعوني تا هو كرشو كبيره قدم لكم برنامج ريحة الدوار بمساهمة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم